السلام عليكم، كديري لاباس عليكم احبابي؟ كلشي بخير. اليوم عندي لكم ماسك زوين البشره، كي البنات كيحافظ على البشره من الشمس. الا كانت البشره ديالك محروقه محروقه البنات من الشمس، زوين كي يعني من اول استعمال كيهديك نتيجه، والله نتيجه هائله. شوفوا البنات، الورد هو موضوعنا الاساسي ديال اليوم. الورد كما كتشوفوا البنات هو هذا، طحنتو كتاخدو وكطحنو، هو طحنتو وغربتو. عندنا ياغوت طن مسوس، هو هذا. غنوريكم الاكمل الاستعمال ديالو. ناخد من الورد ديالي او طحنتو البنات، ناخد من الياغورت، نزيد شوية اللون. كما كتشوفوا البنات، خوط هنا عندي ياغوت زبادي كما كيعرفوا الناس ديال الغرب، زبادي. عندي الورد، هو البنات زوين البشره والله. تديروه 3 ايام في السيمانه متابعه، اللي تحرق ليها وجهها بالشمس او نشاط البحر تبعو، زوين زوين بزاف البنات، زوين بزاف البشره. اول بنات اسمحوا لي على التصوير حيت واخده الكاميرا بايدي وكنصور، وكنتمنى لكم تدعموني باللايك تاع البنات. لايت لايت البنات، من فضلكم الله يعطيكم الخير، وسلام عليكم والى اللقاء. الفيديو جديد، مع السلامه.